تشيع جنازة المغفور له بإذن الله تعالى. الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي وافته المنية في مستشفى بيرسي في باريس عن عمر 75 عاما. وفي ساحة المسجد مسجد الجلاء وكما تشاهدون على شاشة التلفزيون جثمان الراحل الفقيد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وهو مسجن في ساحة المسجد. والجموع هنا من مختلف الوفود المشاركة في تشييع الجنازة، وقد اجتمعوا في هذا السرادق المقام بجوار مسجد الجلاء وحيث يشارك الجميع في تشييع جنازة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. نؤدي صلاة الجنازة على روح السيد الرئيس ياسر عرفات الذي وهب حياته لخدمة دينه ولخدمة القضية الفلسطينية، واستمر يؤدي واجبه بشجاعة وبإخلاص إلى أن لقي ربه عز وجل. فلنخلص له الدعاء، وصلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة ندعو لفقيد الأمة العربية والإسلامية بالرحمة والمغفرة السيد الرئيس ياسر عرفات، بعد التكبيرة الرابعة ندعو لأموات المسلمين ولأنفسنا وللفقيد. ومن الأفضل أن يكون التكبير سرا. الله أكبر. مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط أنت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل مثواه الجنة، اللهم اجعل مثواه الجنة، اللهم اجعل مثواه الجنة. الله أكبر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا سيداتي وسادتي، أما فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مسجد الجلاء، وحيث أدى الصلاة كبار الشخصيات المصرية والعربية والإسلامية المشاركة في تشييع جنازة الفقيد الراحل. وحيث ينضم إلى هذه الجموع باقي الوفود العالمية من مختلف جميع العالم، والتي حضرت لتشارك في تشييع جنازة الرئيس الفلسطيني الراحل